فيلمنا بيبدأ مع شخص شبه ميت مربوط في سرير وجسمه كله متغطي بمادة غريبة، وفجأة بيفوق وبيحاول يتنفس بصعوبة لكن ما بيقدرش يحرك ايده بسبب الغطا اللي بيبقى شبه الشرنقة، وبيفضل الشخص ده يقاوم لحد ما بيقدر يشيل الغطا من على وشه وبيظهر انه بنت، وبعدها بتقدر تفك ايديها وجسمها كله وبتلاقي نفسها موجودة على سرير ومتوصلة باكتر من جهاز وكأنها كانت هتموت. فبتشيل البنت الحقن اللي في ايديها وبعدها بتحاول تقوم، لكن بتلاقي نفسها محبوسة في مكان ضيق جدا مش بيسمح لها حتى انها تقعد في مكانها، وبتبقى الدنيا ضلمة جدا فبتحاول تلمس بايديها اي حاجه ممكن تفتح النور، وبيشتغل الجهاز اللي هي فيه بشكل تلقائي اول ما بيلقط اشاراتها الحيويه، وبتلاقي البنت نفسها في اوضه تبريد صغيره جدا واللي مهمتها تحافظ على الميت اكلينيكيا لاطول مده ممكنه، وبيظهر ان البنت فاهمه انها موجوده في حجره التبريد وبتكون حجره ذكيه، فبتتكلم مع المتحدث الالي وبتطلب منه تعرف هي فين، فبيقول المتحدث للبنت انه مش هيقدر يحدد الموقع وبينصحها تنظم نفسها وده لان فاضل لها بس 40% من الاكسجين، فبتحاول انها تهدي نفسها، وبعدها بتسال الجهاز عن اسمها فبيقول لها انها اوميكرون 273، فبتقول له يوضح لها بقى اسم الحاله اللي تحت عنوان اوميكرون 273، لكن برضو الجهاز بيقول لها ان الاسم هو اوميكرون 273، وبتعرف البنت ان مفيش اي تشخيص طبي ليها وانها اصلا ما كانتش مريضه، وبتفتكر ذكريات مشوشه عن نفسها وهي منقوله على السرير المتحرك والدكاتره حواليها، وبعدها بتفضل تجي لها ذكريات عن شكل فرين في معمل وبيظهر انه بيتعمل عليها تجارب، وبتفتكر شكل متاهه عملاقه فيها فار صغير ماشي فيها، وبتفتكر شكل بيتها ووالدتها وصور كتير في كل مكان، وبتحاول باي شكل تفتكر اسمها او السبب اللي خلاها توصل للمكان ده لكن من غير اي فايده، وبتدخل في نوبه هلع وبتتوتر وبتستهلك كميه اكبر من الاكسجين وبتوصل النسبه الباقيه ل 32%، وبيقولها المتحدث الالي النتيجه اللي وصلت لها من نسبه الاكسجين، فبتفضل تساله عن السبب اللي خلاها موجوده هنا وعن بيانات المريض او حتى المستشفى التابع ليها لكن ما بتوصلش لحاجه، فبتقول له يعمل اتصال داخلي مع مركز العمليات، فبيحاول المتحدث الالي انه يتصل لكن بيفشل الاتصال، فبتخليه يعمل اتصال خارجي وبتطلب رقم الشرطه، لكن بسبب انها مش عارفه اسمها او المكان اللي هي فيه ما بيقدرش الشرطة انه يساعدها، لكن بيسالها عن اسم الشركه المصنعه او الرقم التسلسلي للجهاز، وبتلاقي البنت فعلا رقم التسلسلي للجهاز والشركه المسؤوله عنها، فبيحولها الشرطي لمدير مركز الشرطه في الوقت اللي بيحاول يتتبع فيه موقعها، لكن بيتقطع الاتصال وما بتقدرش تصل بيه تاني، وفجاه بيجي لها فكره وبتطلب من المتحدث الالي يبحث عنها من خلال الحمض النووي بتاعها، وفعلا بيظهر شكلها وبتعرف انها عالمه وبيكون اسمها اليزابيث، وبيجي لها ذكريات مشوشه عن اسم ليز، وبتعرف ان اللي حواليها بينادوها باسم ليز وبتشوف صوره ليها مع جوزها لكنها مش بتكون فاكره اسمه، وبيجي لها مكالمه من الشرطه وبتقولهم عن اسمها، لكن الشرطه بتبلغها انهم مش عارفين يحددوا مكانها وان الشركه المصنعه للجهاز اللي هي فيه قفلت مصنعها من 3 سنين، وانهم دلوقتي بيحاولوا يوصلوا لاي حد يساعدهم في المصنع لكن ما بيكونش فيه اي حد متعاون، وده لان الساعه بتكون 2 بالليل، وبيطلب منها تهدى وبيوعدها انه هيساعدها، لكن ليز بتنهار وبتقول له انها اكيد تحت الارض وعشان كده مش قادر يلاقيها، فبيسالها الشرطي عن نسبه الاكسجين الباقي عندها، لكن ليز بتفهم انه ممكن يشوف ان الموضوع ما يستحقش وساعتها مش هيضيع وقت ومجهود وده لانها كده كده هتموت مخنوقه، لكن الشرطي بيطمنها انهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه، فبتسال ليز المتحدث الالي عن نسبه الاكسجين وبيقول لها ان النسبه وصلت ل 29% واللي معناه انه قدامها 72 دقيقه بس، ولو هي فضلت على نفس معدل التنفس الحالي فاحتمال المده تقل ل 45 دقيقه، فبتخاف ليز جدا وبتدخل في نوبه هلع تاني والخط بيقطع، وبتتعصب وبتطلب من المتحدث يتصل تاني، وبيفضل المتحدث يحاول لكن الاتصال بيفشل، وفجاه بيشتغل جهاز التبريد بشكل الي بعد ما بتقل نسبه الاكسجين اكتر، وبيبقى الاجراء الاجباري في الحاله دي هو تخدير المريض، لكن ليز بتحاول انها تمنع حقنه التخدير وبتعطل جهاز التبريد، وبيتكلم المتحدث الالي ان في حاله تعمد تعطيل الجهاز ودي تعتبر جريمه فدراليه حكمها ممكن يوصل ل 10 سنين سجن، وما بتهتمش ليز وبتقدر توقف حقنه التخدير، وبعدها بتحس بدوخه وبتفتكر ذكريات مشوشه عن حياتها، وبتفتكر اخيرا اسم جوزها واللي بيكون اسمه ليو، وبتطلب من الجهاز يبحث عن اسم جوزها وبيلاقي رقمين، وبتتصل ليز بالرقم وبترد عليها واحده كبيره، فبتقول لها ليز انها عايزه تكلم ليو، وبتسكت اللي بتتصل بيها اللحظه وبعدها بتقول لها ما تتصلش بيها تاني، لكن بتفضل ليز تتصل اكتر من مره وبتترجى الست وبتقول لها انها في مشكله ومحتاجه ليو يساعدها، وبعدها بتفقد الامل وبتحاول مره اخيره مع الجهاز انه يوافق يفتح الكبسوله، لكن بيرد عليها الجهاز ان العمليه دي محتاجه كلمه مرور المسؤول عن الجهاز، وما بتكونش ليز عارفه كلمه المرور وبتفقد الامل، لكن بعدها بتفتكر تفتح الجهاز بشكل يدوي وبتطلب من المتحدث الصوتي يديها مهدئ، وبتخرج الايد الاليه اللي هتديها الحقنه فبتكسرها ليز وبتاخد الحقنه وبتفضل تحفر بيها في فتحه الجهاز، لكن الاله بتتخذ اجراء بالصدمه الكهربائيه ضد اي محاوله اقتحام للاله، وبتتكهرب ليز وبترجع تاني مكانها وهي منهاره، وبعد شويه بتجي لها مكالمه من الشرطه واللي بتقول لها انهم بيحاولوا يجيبوا كلمه السر عشان تقدر تفتح الجهاز، فبتقول له ليز انها عايزه تعرف ايه اللي حصل لليو جوزها، فبيقول لها الشرطي انها اصلا مش متجوزه ولا عمرها اتجوزت، وبتتصدم ليز فبيحكي لها الشرطي عن حياتها واللي بتبقى فاكره منها اجزاء كتير، لكنها بتكون متاكده انها متجوزه، وبتجي لها صور مشوشه عن جوزها وهو مريض وبيعاني، وفجاه بتسمع صوت حد بيتكلم جنب الشرطي، فبتشك ليز
تلميذه وبتسأله عن اللي صاحبه بيقوله، فبيحاول الشرطي يهديها، لكن ليز بتحس بمؤامرة ضدها وبتسأل الشرطي عن اللي مأخره كل ده انه يعرف كلمة السر، فبيهديها من غير ما يبقى بيقول لها حاجة مفيدة. فبتقرر ليز تقطع الخط وما بتقبلش اي مكالمة تانية من الشرطة، وبتطلب من الجهاز يعيد لها المكالمة من تاني، وبتسمع الشخص اللي بيتكلم جنب الشرطي وبيقول له يقول لها انها متوترة ومش مركزة، وبتفهم ليز ان في حاجة غلط بتحصل. وبعدها بتبحث عن اسمها تاني وما بتلاقيش كل اللي شافته قبل كده، وعلى الرغم من ان كان ليها اكتر من موقع تواصل اجتماعي فجأة ما بتلاقيش اي حاجة. وبتحاول ليز تحفر ذاكرتها اكتر من خلال تنشيط مراكز الالم، وبتعور نفسها بالحقنة وبتفتكر اكتر عن حياتها، وبتشوف صورة واضحة جدا لجوزها وهو بيعزف البيانو وبعدها بتعزف معاه، فبتتخيل ليز نفسها وهي بتعزف بيانو عشان تفتكر اكتر. وبعدها بتجيلها مكالمة من نفس الرقم اللي حاولت تكلم عليه ليو، وبتنادي عليها المتصلة باسم ليز، وبتستغرب ليز ازاي عرفت اسمها، فبتقول لها المتصلة انها عرفتها من اول ما سمعت صوتها لكنها ما كانتش مصدقة، وبتقول لها انها الوحيدة اللي هتقدر تساعدها، لكن ليز بتشك في كل اللي حواليها وبتقول لها انها عايزة تتكلم مع ليو، لكن المتصلة بتقول لها انه مستحيل، فبتطلب ليز من المتحدث الالي يقفل المكالمة، لكن الست برضو بتفضل تحاول تكلمها اكتر من مرة لحد ما ليز بترد، وبتقول ليز انها مش هتتكلم من غير ما تسمع صوت ليو، فبتقول لها المتصلة ان ليو مات، فبتعيط ليز وهي بتفتكر ذكرياتها مع جوزها، وبعدها بتسمع المتحدث الصوتي وهو بيقول لها ان قدامها 12% بس من الاكسجين، فبتخاف المتصلة جدا وبتقول لها انهم ما عندهمش وقت، فبتقول لها ليز انها عايزة كلمة المرور والا هتقفل المكالمة، فبتديها المتصلة كلمة المرور لكن بتترجاها ما تفتحش باب الجهاز، وده لانها لو فتحته هتموت، وبتطلب منها تديها فرصة تشرح لها كل حاجة، فبتديها ليز 10 ثواني بس، فبتقول لها المتصلة تفتح جهاز التحكم وبتخليها تختار رقم معين، وفجأة بتنعدم الجاذبية في المكان، وما بتصدقش ليز اللي بيحصل، وبتسأل المتصل عن مكانها، وبتعرف انها على بعد 700,000 كيلو من الارض، وبتتأكد من المتحدث الالي، وبتقولها المتصلة انها كانت في مهمة تبع الجيش، والمفروض انها كانت تفضل نايمة لحد ما تنفذ مهمتها، فبتسألها ليز عن المهمة، وفجأة بتفتكر اكتر من ذكرى عن وجودها في جهة حكومية، فبتقولها المتصلة ان مهمتها استعمار كوكب بينه وبين الارض 14 سنة ضوئية، وان لسه قدامها وقت عبال ما توصل، فبتسألها ليز عن الوقت اللي فضلت نايمة فيه، فبتقولها المتصلة ان بقالها اكتر من 12 سنة بتكذب، وبتسألها ليز عن السبب اللي خلى الشرطة تكذب عليها، فبتقولها المتصلة ان المهمة اللي فيها سرية، وان اي مكالمة غلط منها لاي حد هتكون السبب في فوضى اعلامية كبيرة، عشان كده اول ما الشرطة جالها اتصال منها الوزارة دخلت بسرعة، وان سبب كذب الشرطة هو عشان تشوش ذاكرتها عشان ما تفتكرش حاجة او تحاول تتصل بحد. وبتفهم ليز ان الشرطي كان بيحاول يتكلم معاها اطول وقت ممكن عشان يمنعها تعمل اي مكالمة لحد ما الاكسجين يخلص منها وتموت، وبتفضل ليز ساكتة وهي بتحاول تستوعب اللي بيحصل. وبعدها بتسأل المتصل عن سبب موت ليو، فبتقولها المتصل انه زيه زي ملايين من الناس اللي ماتت بسبب فيروس قاتل انتشر في كوكب الارض كله، وان الارض قدامها جيلين بس وكل الناس هتموت والبشرية هتنقرض، وعشان كده بعتوا عدد كبير من الناس في كبسولات عشان يعمروا كوكب تاني. وبعدها بتطلب منها المتصلة انها تعمل الخطوات اللي هتقولها عليها، وده لان الطريقة الوحيدة لنجاتها هي انها ترجع تنام تاني، وبتقول لها انها لازم تكتشف الاول سبب صحيانها من السبات العميق، وبتعرف ليز ان السبب هو خلل في المخزون الاحتياطي للاكسجين، فبتطلب منها المتصلة تنقل عمل معالج اقل اهمية لمعالج تاني مهم، وده عشان تقدر تصلح الخلل، لكن فجأة بيتغير صوت المتصلة وبتكون خايفة جدا، وبتقول لها ان الاوان فات وانها لازم تحاول تصلح المشكلة قبل ما الاكسجين بتاعها يوصل 2% والا الجهاز مش هيعمل لها انعاش، وبتقول لها تدور على ليو، وبتسمع ليز صوت الشرطة وهي بتقبض على المتصلة وبتتقفل المكالمة، وبترجع ليز لوحدها من تاني، وبتفضل تحاول تتبع الخطوات اللي عرفتها لكنها مش بتلاقي المعالج الاقل اهمية واللي مش هيأثر على عمرها الافتراضي، وبيبقى نقل المهمة من كل معالج ممكن يسبب لها مشكلة جسدية، فبتضايق ليز جدا وبتفكر في اللي المفروض تعمله عشان تنقذ نفسها، وبتطلب من المتحدث الالي انه يدور باسمها تاني على الانترنت، وبتشوف فيديوهات ليها وهي بتتكلم عن اجهزة التبريد الطبية والكبسولات الزمنية، وبتعرف انها نفسها هي اللي صممت الجهاز، فبتحاول انها تحفز ذاكرتها اكتر من خلال الصدمات الكهربائية اللي بتحصل لما تحاول تفتح الكبسولة بنفسها، وبتفضل تعرض نفسها لاكتر من صدمة لحد ما بتفتكر نفسها وهي مع ليو في غرفة العمليات، وبتشوفه قدامها وهو بيموت بعد ما اتصاب بالفيروس، وقبل ما يموت بيقول لها انهم هيتقابلوا قريب، وبتنهار ليز وبتقرر انها تفتح الكبسولة وتموت وسط الفضاء احسن ما تموت مخنوقة، لكنها بتتصل بوالدتها الاول وبتبقى بس عايزة تسمع صوتها، وبيتقطع الخط، وبتطلب ليز من الجهاز انه يفتح الكبسولة، لكن فجأة بيجي لها ذكرى عن ليو وكأنه في نفس مكانها، فبتوقف عملية فتح الكبسولة، وبتسأل الجهاز عن عدد وحدات التبريد اللي زيها، وبتعرف ان عددهم 90,000، وانها النموذج الحيوي الوحيد اللي صحي قبل ميعاده، والباقي يا اما مات يا اما اتصدم بالكويكبات الفضائية او لسه عايش وسليم، فبتطلب منه ليز صور داخلية لكل الوحدات الموجودة، وده عشان تدور على ليو، لكن الجهاز بيبقى مش عارف اسم ليو، فبتحاول ليز انها تفتكر، وبتغمض عينيها وبتشوف ليو قدامها وفي ايده رقمه واللي بيبقى 42، وبتطلب من الجهاز يعرض لها صورة اوميكرون 42، وفعلا بتلاقي ليو واللي بيبقى وحدته بتشتغل بشكل كامل وسليم، وبتفرح ليز جدا، لكنها فجأة بتلاحظ ان العلامة اللي في وش ليو مش موجودة، فبتطلب من الجهاز يبحث عن ليز تاني، وبتشوف نفسها وهي عجوزة جدا، وبتتكلم عن استنساخ كامل للجنس
البشري بما فيه القدره على نقل الذكريات، وبتتصدم ليز وبتعرف انها مجرد نسخه بشريه، وبتنهار وبتقول لنفسها انها مجرد فار تجارب وانها المفروض تموت في الفضاء، وبتقرر تسجل لليو مكالمه قبل ما تموت، وده بعد ما بتوصل نسبه الاكسجين ل 4%. وبتتكلم مع ليو وبتقول له ان على الرغم من ان ليهم ذكريات مع بعض الا ان عمرهم ما عاشوها، وفجاه بتحس انها فعلا ممكن تعيش كل حاجه من تاني على كوكب جديد، وبتحاول تفكر في حل، لكن فجاه بيعمل الجهاز اجراء اجباري بسبب انخفاض نسبه الاكسجين، واللي بيبقى بروتوكول القتل الرحيم، فبتشيل ليز كل حقن الوريد اللي ممكن تاخد فيها الحقنه وما بتكونش قادره توصل لرجليها، وعلى اخر لحظه بتشيل الحقنه منها وبتقع الماده على الارض. وبعدها بتطلب ليز من الجهاز يحول كل وظائف المعالج الخاص ببروتوكول القتل الرحيم للمعالج المسؤول عن السبات، وفعلا بتنجح عمليه النقل، وبتدخل ليز في مرحله تجهيزها للسبات العميق، وبترجع تركب كل الحقن والاجهزه اللي شالتها من جسمها، لكن بتلاقي نسبه الاكسجين وصلت ل 2%، وبتعرف ان مفيش اي فرصه انها ترجع للحياه من تاني. لكن مره واحده بيجي لها فكره، وبتسال ليز الجهاز لو في امكانيه لنقل الاكسجين من الوحدات اللي النماذج الحيويه فيها ماتوا، فبيقول لها الجهاز انه هياخد وقت طويل جدا، فبتدي الجهاز امر في بدء نقل الاكسجين ليها في الوقت اللي بتدخل فيه في مرحله السبات، وبكده اول ما توصل للكوكب الجديد هيكون ساعتها الجهاز خلص عمليه نقل الاكسجين وهيتم انعاشها، وبتنام ليز وهي سعيده، وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.